بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب بعض الإخوان أن يكون الدرس في هذه الليلة بعد نهاية النونية يكون لقاء للإجابة على الأسئلة، فرأينا أن هذا طلب وجيه نخصص هذا الدرس في كل ليلة إن شاء الله الإجابة على الأسئلة الاستفسارات، لأن الأسئلة التي ترد في الدروس قد يضيق الوقت عن الإجابة عليها أو على بعضها، فتكون هذه الليلة الأسئلة الجديدة والأسئلة القديمة التي بقيت من ليالي سابقة، لئلا يبقى شيء من الأسئلة والاستفسارات بدون جواب. لا شك أن الإجابة على الأسئلة أن لها فائدة عظيمة، لأن الأسئلة تكون من واقع جديد، ومن أشياء يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها السائلون، تعالج مشاكل مستجدة ففيها فائدة، وهي رافد من روافد العلم إذا وفق الله سبحانه وتعالى لاختيار الأسئلة، لكن بشرط أن تكون الأسئلة في حدود العلم الذي يحتاجه السائل أو يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم. وأما الأسئلة الافتراضية فهذه لا حاجة إليها، الأسئلة التي تخرج عن موضوع الواقع فإننا لا نجيب عليها، لأن بعض الأسئلة افتراضي ولا فائدة من الإجابة عليها، أو بعضها فيه تعسف أو فيه اعتراضات واستدراكات على أهل العلم، فهذا أيضا لا نجيب عليه، إنما نجيب على أشياء مشكلة التي حاجة إليها وهي أمور واقعة، هذا هو الذي يجاب عليه، وأنتم تعلمون ذلك من تجربتكم معنا في ليلة هذه الدروس. ولا شك أن السعي لطلب العلم والسؤال عن ما يهم المسلم لا شك أنه رافد عظيم لروافد العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سبيل العلم النافع أو العمل الصالح، وأن يكون القصد هو الاستفادة، أن يكون القصد من السؤال والجواب هو الاستفادة للحاضرين ولغيرهم، لأن كما ترون وكما تسمعون أن مفيدة جدا، فإن الذين لم أو لا يحضرون تصل إليهم هذه المسجلات ويستفيدون منها، لذلك أحث على أن تكون الأسئلة منتقاة ومختارة ومفيدة ولا تخرج عن نطاق المشكل الذي يحتاج إلى حل. وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على من به من هذا اللقاء تخصيص هذه الليلة بالإجابة على أسئلتكم أيها الإخوة، ونرجو بعد إذن معاليه أحمل أسئلة بخط واضح
وأن تنضبط بالضوابط التي أشار إليها معاليدي في تقديم كلمته هذه. أحسن الله إليكم صاحب المعالي. هذا السائل يقول: أنا معلم دارس لبعض المدارس، نعطي بعض الهدايا كالشنط والأشرطة وغيرها، نعطى بعض الهدايا كالشنط والأشرطة وغيرها، هل يجوز قبول هذه الهدايا؟ وهل أتملكها أم لابد من وضعها في المدرسة التي أعمل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، كلمة صاحب المعالي أنا لا أحب سماعها، إنني لست صاحب معالي، يعني الوزراء. وأما المدرس فلا يجوز له أن يقبل الهدية من الطلاب، سواء كانت شنطا أو غيرها أو نقودا أو غير ذلك، لا يجوز للمدرس، لأنه بصفة الحاكم، لأنه يحكم على الطلاب في دروسهم وفي اختباراتهم، فإذا أخذ الهدية تكون رشوة. الرشوة هي ما يقدم إلى الحاكم أيا كان نوع الحكم، سواء كان الحكم قضائيا أو كان الحكم تعليميا أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يقبل الهدية مطلقة، ولو كانت قلما أو مسطرة أو دفترا أو غير ذلك، لأن ذلك يجعله محل التهمة ويجري عليه الطلاب، فيقولون أهدينا له ومع هذا لم يعدل في جوابه ولم يصحح جوابنا أو غير ذلك، ويتكلم فيه الآخرون فهو لا يفتح على نفسه الباب، فلا يقبل من قالب أي هدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: يوجد بعض الملابس متخلفة من الطلاب في المدرسة، وبلغنا الطلاب بشأنها وأخذ البعض والبعض باقي في المدرسة، فهل يجوز الذهاب بها للجمعيات الخيرية؟ نعم، إذا بلغتم عنها وانتظرتم اجعلوا مدة للانتظار، أعلنوا إنه إلى مدة كذا وكذا، وبعد أن تتصرف فيها إذا لم يأتي صاحبها، فإذا مضت المدة المحددة ولم يأتي صاحبها وهي مما ينتفع به، فأدوها للجمعية الخيرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: من حج أو صلى رياعا، هل يجب عليه إعادة ما حج أو صلى؟ لا يجب عليه إعادة، لأنه أدى العبادة بصورتها وشروطها وواجباتها وأركانها، فهو أداها فلا يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بالإخلاص والتوبة إلى الله، يتوب إلى الله من الرياء، والله يتوب على من حاج، وأما الإعادة فلا تجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هذا من جاء إلى عرفة يوم عرفة وأراد القران، هل له ذلك؟ وهل هناك قران مضيق؟ نعم، يجوز الإحرام بالقران ولو يوم عرفة، ما دام مدة الوقوف باقية ولو قبل طلوع الفجر ليلة العيد، يجوز أن يحرم ناوي القران بين الحج والعمرة، وتدخل العمرة في الحج، وتكون أعمالهما واحدة، فيطوف طوافا واحدا للحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، ويقصر من رأسه مرة واحدة أو يحلقه مرة واحدة للحج والعمرة، فتكون عليه الفدية إذا كان من غيرها المكة، تكون عليه الفدية فدية التمتع، لأنه جمع بين نسكين فتجب عليه الفدية، فالقران تمتع بمعنى أنه جمع بين حج وعمرة في كفر واحد، يجب عليه الفدية. وعمل القارن لا يختلف عن عمل المفرد إلا بالنية، وإلا بوجوب الهدي، هذا الذي يختلف به القارن عن المفرد، النية هذا ينوي
عمرة وحجة، وهذا ينوي حج البقر. والفدية تجب على القائم ولا تجب على المفرد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل المصلى الخاص بالنساء في هذا المسجد خارج المسجد؟ وهل يجوز للمرأة الحائض حضور الدروس في هذا المصلى؟ نعم، المصلى في هذا المسجد داخل المسجد ما هو خارج المسجد، فهو من المسجد ولا يجوز للحائض أن تدخله، لكن الحائض بإمكانها أن تبقى في سيارة خارج المسجد تستمع له يكبر الصوت. أما أنها تدخل في مصلى النساء هذا لا يجوز لها، لأن هذا داخل المسجد وبابه على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك بعض الشركات التي تعمل على نقل السيارات، إذا تعطلت فتأتي وتأخذ مقدما من المال على نقل السيارة إذا حصل عطل للسيارة، وتقول إن هذا اشتراك لا يتقيد بوقت معين وإنما هو مطلق، ويحق لصاحب الاشتراك أن يساعد غيره بالمبلغ الذي اشترك به حتى ينتهي ذلك المبلغ. والسؤال: ما حكم التعاقد مع هذه الشركات؟ تعاقد المقدم وهو لم يحصل عليه عقار ولا للسيارة متعقله هذا لا يجوز، لأنه عقد على مجهول، قد لا يحصل عنده عقار، قد لا يحصل عنده عقار ولا يتعقل عنده شيء، يذهب ماله بدون فائدة. ثانيا، أما إذا تعطلت السيارة في مكان معين، لأن هذه أجرة، إذا تعطلت في مكان معين فله أن يتعاقد مع الشركة أو مع أخرى في حملها بأجرة معينة، والمسافة تكون أيضا معينة غير مجهولة، لأن هذه أجرة اشترط لها شروط الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: سواء دفع له الأجار مقدما أو دفعه له بعد ما يستلم سيارته في المكان الذي يريد، الأمر واسع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم اتخاذ ساعة من الذهب وقلم من الذهب للنساء خاصة؟ لا يجوز للنساء اتخاذ القلم من الذهب ولا الساعة، ولا لا الساعة يجوز تلبس ساعة الذهب، إلا لحلي لا أن تتحلى للذهب ساعة أو غيرها، أما القلم فلا يجوز، لأنه يعني مثل الأواني، الأواني لا تحل لا للرجال ولا للنساء من الذهب، وكذلك الأقلام كذلك غيرها من الأدوات الملاعب لا تحل من الذهب لا للرجال ولا للنساء. أما الساعة من الذهب أو المموهة بالذهب تجوز للمرأة لأنها من الحلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: قمت بوضع مقيدة للبرجان في البيت، وعند دخول أحد الجرذان تركته لمدة حتى مات، مع العلم أنه يوجد في المقيدة فتاة خبز، هل علي ذنب في هذا العمل؟ وما حكم قصد الفأرة أو حبسها؟ وهل بولها وغائطها طاهر؟ نعم، لا يجوز تعذيب الفيران والجرذان التي تقتل دفعا لسرها، لا يجوز تعذيبها وحبسها حتى تموت، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شبرته وليرح ذبيحته، فيقتلها بما يريقها ولا يعذبها حبسها. أنتم تعلمون قصة المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، دخلت النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت النار امرأة في فرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا يجوز قتل هذه الأشياء التي تقتل دفعا لشرها، لا يجوز قتلها بالتعذيب، إنما تقتل بما يجهد عليها ويريحه. أما فضلات الفأرة فهي طاهرة، ما تشرب منه الفأرة وما فضلاتها طاهرة، لأنها دون الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أما كان مثلها في الخلقة أو دونها فهو طاهر
ريقه وعرقه وفضلاته، لأن الناس ما يسلمون من هذه الأشياء، خلافتهم في مساكنه الفئران والقطط والمشقة تجلب التيسير والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هناك من الإخوة الملتزمين من إذا دخل المجلس يسلم على الجميع مصافحة دون المعانقة، فهل ورد في ذلك في السنة شيئا؟ نعم، السنة وردت أن القادم من الترف يصافح ويعانق، وأما غير القادم من الترف تكفي المصافحة. إذا التقى المسلمان والمصافحة تحاشت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها، فالمصافحة لغير القادم من الترف، وأما المعانقة فهي للقادم من السفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول معلوم أن مكة شرفها الله لا يجوز أن يدخلها الكفار، هل المدينة كذلك في هذا الحكم؟ لا، ليست المدينة مثل مكة في أن الكفار لا يدخلونها، وإن كانت المدينة لها حرم كحرم مكة لا يقطع شجره ولا يقتل خلاء، لكن يجوز للكافر أن يدخل حرم المدينة، لأن الكفار كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويدخلون عليه في المسجد كما دخل عليه نصارى نجران، وكما ربط أثامة كما ربط ثمامة بن أثال وهو كافر قبل أن يسلم، ربطه في ثانية المسجد وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، وكما دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم وهو في المسجد، دخل عليه الكفار وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه، فيجوز أن الكفار يدخلون المدينة للحاجة أو للإقامة فيها والاستيطان، وإنما يدخلون أهل الحاجة فقط ويذهبون إلى بلادهم كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحرم المكي فلا يدخله الكفار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، هذا خاص بالمسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذا أنا اليوم لم أصلي صلاة العصر وكلما أذكرها أنساها، ولو أصليها اليوم والآن نفسي ضيقة وإني متضايق من كل شيء، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيه السؤال؟ يقول أنا اليوم لم أصلي صلاة العصر وكل ما أذكرها أنساها، ولم أصليها اليوم إلى الآن، والآن نفسي ضيقة وإني متضايق من كل شيء، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أن هذا وسواس، أنه هذا وسواس، صلى العصر إن شاء الله، ما يمكن يسلك العصر، صلاها مع المسلمين، لكن عنده وسواس يشير أنه صلاها، يستعيذ بالله من الشيطان، يترك الوسواس لئلا يزيد عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، ويرفض الوسواس ولا يلتفت إليه، ويكثر من ذكر الله عز وجل ويذهب عنه إن شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرت حفظك الله في أول الباب في الدرس السابق أن الاستسقاء بالأنواء شرك، ثم ذكرت عند حديث أبي مالك أن تلك الخصال من كبائر الذنوب، وأن من كان فيه خصلة منها لا يكون مشركا، أرجو توضيح الحق في ذلك، وربما أني أخطأت فيما سمعت أو فهمت من شرحك حفظك الله غير ما ذكرت. لا، بينت أن الاستسقاء بالأنواء كما ذكر العلماء أنه على قسمين، إن كان يرى أن النجوم هي التي تحدث المطر وتخلق المطر هذا شرك أكبر، شرك للربوبية، أما إن كان يرى أن الذي يخلق المطر وينزله هو الله وإنما النجوم سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا لإنزال المطر، هذا يكون شركا أكبر. هذا التفصيل على ما فصله العلماء وذكره الشراح على هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الكفر الأكبر أو الردة خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟ الكفر على نوعين،
كفر عقلي وهو ما عليه الكفار عموما قبل أن يدخلوا في الإسلام. والنوع الثاني كفر ردة، كفر ردة وهو أن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ارتد عن الإسلام وصار كافرا، وهذا يعامل غير معاملة الكافر الأصلي، يعامل معاملة المرتد بأن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يرثه أقاربه المسلمون ولا يرثه الكفار أيضا، بل يصادر ماله ويكون فيئا. هذا هو المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم. ولا ننظر نقول إلى ما في قلبه، نحن نحكم على الظاهر، نحن حكمنا على الظاهر، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يرتد عن دين الإسلام ونعامله معاملة المرتد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، الله لم يكلفنا بما في القلوب، هذا إليه سبحانه وتعالى، إنما نحكم على الظاهر. فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات أو دعا الأموات هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، ونعامله معاملة المرتد إلا أن يتوب إلى الله توبة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد وجدت في بعض الإعلانات أن يوم القيامة هو عام 2126 ميلاديا، والسؤال: هل يجوز أن أري بعض أصدقاء هذه الإعلانات أو أن نصدق فيها أو نتأمل في طريقة حسابها؟ هل ندعي علم الغيب، لأن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فمعرفة متى تقوم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله، كما تواترت بذلك الأدلة وكما أجمع على ذلك المسلمون. فمن ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، مكذب لإجماع المسلمين. ولا يجوز الالتفات إلى هذا القول أو ترويجه، هذا كذب على الله وعلى رسوله، وهو من ادعى علم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يدري أو لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فلا يجوز لأحد أن يدعي أن علم أن قيام الساعة عام كذا أو في وقت كذا، لأن هذا من الكذب على الله والكذب على رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ضعيفا في الحديث؟ وهل صحيح أن في مجموع الفتاوى أحاديث موضوعة؟ يا سبحان الله، هذا من التهجم على أهل العلم ومن تنقص أهل العلم، إليكنا نعرف هذا القائل ما مرتبته في علم الحديث، ما مرتبته في علم الحديث، هل وصل إلى درجة أنه يحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية على غيره من الحفاظ أنهم يجهلون الحديث أو أنهم ضعاف في علمه؟ يعني معناه أنه قوي في الحديث وإن شيخ الإسلام ضعيف في الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يتفوه بمثل هذا الكلام على أهل العلم، يجاهد في علومهم وفي درجاتهم العلمية الراسخة،
يعرف قدر نفسه هو يستحي من الله ومن خلقه انه يتكلم بمثل هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هناك من يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول لا كفر إلا بالاعتقاد. والسؤال هل هذا القول صحيح، وهل هو من أقوال أهل السنة أم لا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول العمل شرط وليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان. هذا تناقض، أو هو تدليس على الناس أنه يريد مذهب المرجئة لكن يدلس عليهم، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول هو العمل شرط. هذا تناقض. الإيمان العمل من الإيمان وليس شرطا، وإنما هو من الإيمان. ألا إيمان بدون عمل؟ كما أنه لا عمل بدون إيمان، فهما متلازمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياة، شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأقوال والأعمال والأفعال أنها كلها من شعب الإيمان، وأنها من الإيمان. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف المستخلص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عرفه به أهل العلم من السلف الصالح وأتباعه، وهذا الذي يجب القول به وترك ما سواه. لأن المرجئة أربع طوائف الذين يخالفون أهل السنة، أربع طوائف. الطائفة الأولى الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، وهو أقبح الأقوال. لأن فرعون عارف بقلبه، وإبليس عارف بقلبه، والكفار كلهم يعرفون بقلوبهم، ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فإنهم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا قول المرجئة. القول الثاني أن الإيمان هو التصديق بالقلب، آخذ من المعرفة، تصديق بالقلب، وهذا قول الأشاعرة، تصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، وهو قول باطل، لأن التصديق بالقلب لا يكفي بدون عمل، بدون لطف، وبدون لابد من اللطف ولابد من العمل. أما من يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه فلا ليس بمؤمن، لأن الكفار عمتهم على هذا، يصدقون بقلوبهم لكن يمنعهم الكبر ويمنعهم الحسد ويمنعهم العناد من أن ينطقوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القول الثالث من الإيمان قول أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأما العمل فليس من الإيمان عندهم. هذا قول مرجئة الفقهاء، وهو قول خطأ غير صحيح. يقولون الإيمان ما يزيد ولا ينقص، شيء واحد، هذا كلام غلط. والقول الرابع قول الكرامية، أن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، فهذا قول باطل، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم ولكنهم لا يعتقدون بقلوبهم، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان هو ما قاله أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. وقد شبعنا السلف الصالح هذه المهمة، ودونوا في كتب العقائد، دونوا في كتب العقائد تعريف الإيمان، وردوا على المرجئة
بردود كافية كافية، ولا يسعنا إلا أن نسير على نهجهم ونسير على خطاهم، فإنهم أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل، يسعنا ما وسعهم. والجدال في هذه المسألة في هذا الوقت أو في هذه الأوقات المتأخرة التي يغلب عليها الجهل، الجدال فيها يثير فتنا وشرورا وانشغالا وعداوات وحزازات بين المسلمين، فينبغي ترك البحث في هذا المجال والرجوع إلى كتب أهل السنة واعتقاد ما قالوه والسير على منهاجهم، وهذا يكفي ترك الجدال في هذه المسألة لأنها محتومة ومنتهية والحمد لله. فهي بحاجة إلى واحد متحلق يأتي في آخر الزمان يشقق يشقشق ويكتب ويتكلم، كان المسألة ما طرقت من قبل ولا بحثت من قبل، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا طالب علم أحفظ الكثير من المتون بالتوحيد والفقه والحديث، وكذلك أحفظ القرآن كاملا، ووفقني الله أن شارفت على انتهاء الحفظ الصحيحين قريبا، وقرأت على الكثير من المشايخ. يقول: أنا طالب علم أحفظ الكثير من المتون بالتوحيد والفقه والحديث، وكذلك أحفظ القرآن كاملا، ووفقني الله أن شارفت على انتهاء الحفظ الصحيحين، وقرأت على الكثير من المشايخ، ولكن كلما أردت إلقاء بعض الدروس أجد في نفسي عدم الكفاءة، وأتردد كثيرا مع العلم أني أطلب العلم منذ ما يقارب 12 سنة. أرجو من فضيلتكم التوجيه وما العمل في هذا الأمر. هذا شيء طيب، وهذه نعمة من الله، حفظ القرآن، حفظ متون السنة والأحاديث الصحيحة، لكن يعني ما يكفي الفهم، ما يكفي الفهم، لا بد من الفهم، لا بد من التفقه في دين الله على أهل العلم. فلو إنك ما تحفظ شيء إلا بعد أن تفهمه لكان هذا أحسن، تتمشى مع الحفظ والفهم، نعم، خطوة خطوة، كما قال بعض الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. يعني كونك تشتغل بالحفظ اولا ثم بعد ذلك تريد ان تتفقه فيها بعد ما تنتهي، هذا ما هي طريقها ناجحه. طريقها الناجحه انك تحفظ شيئا فشيئا ولا تعدى شيء الا وقد فهمته وحفظته، لا من القرآن ولا من السنة، هذه طريقة التعلم الصحيح. المطلوب منك أن تعيد النظر بمحفوظاتك وتسترجعها على أحد المشايخ أو على جملة من المشايخ، كل شيخ أو كل عالم في فن من هذه الفنون، وتتمشى معه شيئا فشيئا حفظا وتفهما، هذه هي الطريقة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما قضية الكلام وإلقاء الدروس هذه بعدين ما هو يعني أمر سهل، إنما الكلام على التأهل الآن والتأسيس. أما قضية الإبلاغ والدعوة إلى الله فهذه إذا استطعت فيما بعد تقوم بها بعد ما تتأهل وتتأسس عندك المعلومات. أما الآن أنت حفظت هذه النصوص وبقيت مشوش الفكر، يعني ما درستها بمعانيها وفقهها ومداركها، فلا بد من حديث التشوش، لأنك لم تأخذ العلم بالطريقة الصحيحة المنهجية المتمشية شيئا فشيئا. نعم. فمثلا في الحديث كنت بدأت من المختصرات، لو حفظت البلوغ أول شيء، لو حفظت بلوغ المرام أول شيء وقرأت على أحد المشايخ، ثم حفظت عمدة الأحكام المعقولة من الصحيحين قرأتها على أحد المشايخ، ثم بعد ذلك أحفظ في المدونات الحديثية
وتتدرج شيئا فشيئا. الفقه تبدا من اداب المشي للصلاه، ثم متن الدليل، ثم متن الزاد، وهكذا تتدرج من المختصرات الى المتوسطات الى المطولات. العلم هم يؤخذ دفعه واحده، وانما يؤخذ شيئا فشيئا، ولا تاخذه على نفسك او على حساب، انما تاخذه عن اهل العلم. ولا مانع ان تاخذ عن هذا العالم النحو، تاخذ عن هذا العالم اصول الفقه، تاخذ عن الثاني الفقه، تاخذ عن الرابع التفسير، وهكذا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا شخص يعمل دخان، واذا اتى وقت الصلاه يتوضا ويشق عليه ازاله الدهان حيث يصعب ازالته عليه، والسؤال هل وضوءه صحيح؟ غير صحيح اذا كان الدهان يتجمد، اذا كان الدهان يتجمد على الجلد ويمنع وصول الماء الى الجلد فوضوءه غير صحيح، لان من شروط صحه الوضوء ازاله ما يمنع وصوله الى البشره، ازاله ما يمنع وصوله الى البشره. فيحاول ازاله هذه المتجمدات على بشرته من الادهان، وفيها اشياء، فيها مواد تزيلها، هو يعرفها، يزيلها قبل الوضوء. وبامكانه عند وقت الشغل انه يلبس اشياء على يديه او على رجليه، يلبسها وتمنع التصاق هذه الدهانات الجامده على ذراعيها وعلى كفيها وعلى رجليه، يلبس اشياء خفيف من هذه الامور. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيله يقول: لقد قال الكلام في حكم التامين، فلو بينتم ذلك مع التفصيل الشافي لينتفع به. التامين معناه انك تامن على ممتلكاتك ضد التلف، تامن على بضائعك ضد الغرق في البحر، وتامن على متاجرك ضد الحريق، وتامن على سياراتك، بل يامنون حتى على بيوتهم، ويامنون على اجسامهم وعلى اعضائهم، يدفعون للشركات مبالغ، والشركات تتكفل بتلافي ما يحصل من الحوادث ومن النقص ومن التلف. وهذا عقد على مجهول، هذا عقد على مجهول ومغامره، وفيه أكل لأموال الناس المساهمين بالباطل، فيه مغامرات ومخاطرات، وفيه ربا، تدفع شيء من المال للشركة، وهي إذا حصل عليك حادثة حصل تدفع مبالغ طائلة في مقابل هذا الذي دفعت، هذا ربا، ربا صريح وغرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل. التأمين بجميع أنواعه باطل، سواء التأمين على الحياة أو التأمين على التجارة أو التأمين على الممتلكات، لأنه كله من المخاطر ومن الغرر ومن الجهالة ومن القمار، تدخل فيه آفات كثيرة. والمسلم يتوكل على الله، يعتمد على الله، وإذا أصابه شيء فإنه يرضى بقضاء الله وقدره، يصلح الأمور التي حصل فيها تلفيات أو حصل فيها نقص، يصلحها على حسابه، يصلحها على حسابه هو، أو على حساب الناس، يحسبه هو، وما تلف يتلف عليه هو، وما يحصل من إصلاحات بتكاليف إصلاحات تكون عليه هو. وأما أنه يأخذ أموال الناس ويحمل الناس ما يحصل عليه من حوادث، فهذا فيه ظلم وجور، وفيه غرر وجهالة، وفيه ربا، وفيه قمار، وفيه بلاوي، اجتمع فيه عدة آفات. قد صدر من حياة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية قرارات تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه بأي اسم سمي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، طالبة أدت الامتحان ولم تستطع إكمال الإجابة لانتهاء الوقت، وظنت أنها يقول طالبة أدت الامتحان ولم تستطع إكمال الإجابة لانتهاء الوقت،
وظنت أنها ما تنجح، فقالت لها زميلتها إذا نجحت فصومين شهرا؟ قالت نعم، ثم نجحت وتسأل الآن ماذا يجب عليها. إذا كانت نذرت إن نجحت إن تصوم شهرا ونجحت لا يلزمها الصوم، لأن هذا نذر طاعة، قال الله تعالى يقول بالنذر، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا نذر معلق على النجاح إذا حصل، هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله، النجاح نعمة من الله، نذرت إذا حصلت لها هذه النعمة فإنها تصوم شكرا لله عز وجل، يلزمها يلزمها ما نذرت وتصوم هذا الشهر. نعم. يقول ما صحة الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وما معناه؟ نعم حديث صحيح، نعم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى أنه يسر الوضوء، يسر الوضوء ولا يترك شيئا من أعضائه، لا يصل إليه الماء، يتعاهد أعضائه، يسر الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولا تفسدوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى لا يحافظ على إكماله وإسباغه على الوجه المشروع إلا أهل الإيمان، لأنهم يعتنون بعباداتهم ويتقنونها. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص حج في هذا العام وكان يعمل داخل المشاعر واحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس المخيط وهو محرم اضطرارا لذلك في فترة وجيزة لا تزيد على 10 دقائق، السؤال ما الحكم عليه في هذه الحالة؟ حكم هذا محظور من محظورات الإحرام، تغطية الرجل رأسه وهو محرم هذا محظور، إذا فعله لحاجة فإنه يكفي، فدية مخيرة، إما أن ينبح حياة في مكة ويوزعها على الفقراء وإما أن يتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع في الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام في أي مكان، يصوم 3 في أي مكان، خير بين هذه الأمور الثلاثة، أن تغطية الرأس متعمدا، يغطى رأسه متعمدا يجب عليه الفدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة جاءت بالسؤال عن حكم تكسير الأصنام وإزالة التماثيل، وهل يجب على المسلم أن يكسر أي صنم عنده سواء كان للزينة أو العبادة؟ وهل هناك فرق فيما بين الصنم المقصود للعبادة أو الصنم الذي يرجى أو يظن أنه يعبد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقنص الصور، قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا قنصتها، والأصنام من أعظم الصور وأخطر الصور، وقنصها وإتلافها والقضاء عليها أمر واجب في دين الإسلام لمن يستطيع هذا، لمن يستطيع هذا وهم أهل السلطة. الصور اللي في بيتك والتماثيل اللي في بيتك تلك عليها السلطة تتلف، ولا حد يجي يقول وراك تتلف لبيتك، يجب عليك تكل بيتك من الصور والمجسمات ذوات الأرواح والمعلقات من الصور، لك السلطة على بيتك. أما من حيث العموم في البلد أو في المنطقة أو في المملكة فتحطيم هذه الأمور من اختصاص ولاة الأمور أن لهم القدرة على ذلك، أما الأفراد فلا يستطيعون لأنهم ليس لهم سلطة عليها، فالواجب هو ما لاحق تحطيم الأصنام وطرف الصور ولو كانت ما تعبد، لأن كونها صور في حد ذاته كونها صور وتماثيل يجب إتلافها، إذا كانت تعبد فالأمر أحد، لكن هذا إنما يقول لمن عنده سلطة إما خاصة وهي سلطته على بيته أو سلطة عامة وهو ولاة الأمور الذين يقدرون على إتلاف هذه التماثيل وهذه الصور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أبي كبير السن ويعجز أحيانا من استعمال الماء للوضوء وقد لا يستطيع أن يغسل رجليه أو الذهاب إلى دورة المياه، هل له أن يتيمم حالة هذا؟
إذا كان يستطيع الولو بنفسه أو بمن يعينه أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يتوضأ ولو بالإعانة، وبإمكانه أن يتوضأ في مكانه قبل الغسل، يتوضأ فيه يغتسل إليه فيه في مكان أو على سرير أو على كرسي، فمهما أمكن أنه يتوضأ، سواء يذهب إلى الميضة ويتوضأ هو أو بإعانة أحد، أو يتوضأ في مكانه اللي هو جالس فيه على سرير أو على كرسي بإعانة من يعينه ويصب الماء عليه، فإنه يجب عليه. أما إذا لم يستطع لا بنفسه ولا بالإعانة فإنه يتيمم. قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر من جملة ما يبيح التيمم المرض، وهو المريض الذي ما يستطيع الوضوء أو يشق عليه الوضوء أو يضره الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. صاحب الفضيلة، معلوم أن الله ينظر في الدنيا، وهناك قال وهنا يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أرجو شرح حجابه النور وهذه اللفظة من الحديث. حديث واضح، حديث واضح أن الله جل وعلا حجابه النور، ولو كشف هذا الحجاب احترق الكون، احترق الكون من عظمة جلاله وعظمة نور وجهه سبحانه وتعالى. الله جعل هذا الحجاب بينه وبين الكائنات، جعله رحمة، جعله رحمة ومصلحة للخلق. هذا معنى الحديث، والحجاب أمر ثابت لله عز وجل. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني حجبه النور عن رؤية ربه عز وجل، في رواية النوراني: أن أراه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن نواقض الإسلام ربما تصل إلى 100 أو أكثر، وأن السنة أكثر فقهاء أنها 400 أو أكثر. في كتب الفقه إذا الحكم المرتد ذكروا أنه تصل إلى 400. نعم. قال: والمشهور والمحدد عند علماء الأمة أنها 10، هذه أهمها أهم النواقض هي هذه، وأعظمها هي هذه 10، وإلا فهي أكثر من ذلك. نعم. السؤال الصعب عن تفصيل هذه 10، هذه أهمها وأعظمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان المسجد امتلأ هل يجوز الصلاة بجانب الإمام يمينا أو يسارا عنه؟ نعم، لكن يكون عن يمينه أحسن، ولو كان عن يسار، يعني يمينه ما في مكان صار عن يسار لا بأس، لأن يمينه موجود، الجماعة موجودين، وإن كانوا خلفه هم يسدون الجناح عن اليمين. نعم. ولو كانوا خلفه، لكن لو جاء وحده والإمام وحده ما في جماعة فلا يقف عن يساره، وإنما يقف عن يمينه، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء وقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. إذا كان ما مع الإمام إلا واحد فإنه يديره عن يمينه، أما إذا كان الإمام عن يمينه ناس أو خلفه ناس فيجوز أنه يكون أحد عن يساره، لا سيما إذا كان المكان ضيقاً. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا أسكن في منطقة وأكثر الجيران فيها من الرافضة، فما هو التعامل معهم؟ وهل أزورهم وآكل وأشرب معهم؟ وكيف أرض الله واسعة يا أخي، دور لك بيت بعيد عنهم ومستحملهم، أرض الله واسعة، انتقل من هذا المكان وسيوفر لك الله المنزل
الطيب بجوار أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: امرأة بها السرطان في ثديها وأمروها بقطعه توافقا وهي تريد أن تركب الثدي الصناعي، ما هو الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، قرر الأطباء أنه يقطع ثديها من أجل السرطان وإزالة الدرن، لا بأس بقطعه، ولا بأس أن تجعل طرفا صناعيا في مكانه إذا كان يناسب لها هذا طبيا، لا مانع من ذلك. نعم. اليد أو الرجل أو الثدي الصناعي لا بأس به، حاجة للحاجة إلى هذا. نعم. إذا كان يلائم ويطابق على المكان. نعم. كذلك الشعر إذا كان الصنعاء، الشعر هذا غسل، هذا يتبع من الغسل، لا يجوز لها أن تجعل شعر صناعي أو شعر غيرها، هذا يتبع من الغسل. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوطنة بإمكانها أن تغطي رأسها بالخمار، لا يدرى، لا يدرى عنها، أعطيه بالخمار تتنفع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: عندي أيمان كثيرة لا أستطيع عدها وأنا قد نسيت بعضها، ماذا علي في هذه الحالة؟ الأيمان تختلف، منها أيمان اللغو ليس فيها كفار، لا يوكلكم الله باللغو في أيمانكم، وهي التي لا يقصدها، لا يقصد الحلف وإنما جرت على لسانه من غير قصد، هذه لغو ليس فيها شيء. النوع الثاني الأيمان الغموس والعياذ بالله، وهي التي يحلف فيها على أمر ماضي كاذبا، كان يقول والله إن فلان جاي أو والله إن فلان ما جاء أو والله إن هذا الشيء ما هو عندي أو إنه عندي أو والله إني بعت هالسعة بكذا أو نسيمت مني كذا من أجل أن يضر الناس، هذه يمين الغمس تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار وعدم العودة إليها. النوع الثالث اليمين المكفرة، وهي التي يقصد عبدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل ممكن، كان يقول والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا في المستقبل، وهم في الماضي في المستقبل، والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، هذه هي التي تدخلها الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحلوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: القصاص هل يدرى بشاهد ويمين أم لا بد فيه من شاهدين؟ هذا عند القضاة، هم عندنا القصاص ما حد القصاص ما يثبت إلا بإقرار، إقرار من الجاني أو بشهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين، ولا يدخله اليمين ولا تدخله شهادة النساء، إنما هذا في الأموال، في الأموال رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، هذا في الأموال، ولا في القصاص لا، لا بد من إقرار معتبر شرعا أو بينة وهي شهادة عدلين من المسلمين على أن هذا الرجل قتل هذا الرجل أو قتل هذا الشخص عمدا عدوانا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: الربح في السلعة أنه حد محدود، مثلا سلعة اشتريتها ب100 ريال هل يجوز أن أبيعها ب500 ريال؟ الربح يكون بحكم سعر السوق، حكم سعر السوق غلاء ورخصة، فإذا بعتها بما تساوي في السوق غلاء أو رخصة
لا بأس بذلك. أما إذا كان ارتفاع السعر من باب التغرير للمشتري لكونه صغير السن أو امرأة أو إنسان غير ما يعرف السلع واستغليت نفقه وزودت عليه أكثر مما بالسوق هذا لا يجوز، هذا خداع وتغرير فلا يجوز. الذي يحكم الفائدة ويحددها هو السعر في السوق، والسلع في السوق تزيد يعني هي تزيد أثمانها وترخص أحيانا، المثمر هو السوق أن يبيع بمثل ما يبيع هذه السلع في السوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صيام شهر محرم، صيام شهر محرم إلا إذا كان زيادة من أجل التأجيل، صحيح أن السوق تساوي كذا وكذا لكن هذا في بيع الحاضر، ولكن المؤجل ما يبيعها إلا الزيادة عن سعرها في السوق في الوقت الحاضر، الزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لكن لا تكون باهظة، لا تكون باهظة إنما تكون معقولة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صيام شهر محرم كله هل ورد فيه حديث، وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا الشهر كله؟ جاء في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم، لا يدل على مشروعية صيام شهر المحرم. وآكده التاسع، آكده التاسع العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر، اليوم عاشوراء هذا آكد الشهر شهر المحرم، صيام يوم قبله وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صيام يوم بعده وهذا في روايته ضعف، لكن إذا فاته صيام اليوم التاسع قبله لا يصوم اليوم العاشر ولا يصومه وحده، لا يصومه وحده إنما يصوم يوما قبله هذا آخر أو يوما بعده إذا فاته اليوم الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول حسابي يوجد في أحد البنوك ويقوم البنك بإعطاء تقويم هجري فخم وأحيانا بعض الهدايا، هل يجوز لي أن أخذها علما بأن حسابي لديه حساب جاري؟ هذا احتيال، هذا احتيال على الفائدة، هم يغررون بالناس بهذه الطريقة، يقولون لا تأخذ فوائد لأن هذا أنت ترى أنه ربا، لكن نعطيك هدايا، نعطيك هدايا، نعطيك بخور أو طيب، أو يقولها كتب، حتى أنهم بعضهم يقولون كتب، يقمعون كتب ويهدونها أحيانا لهم يعني يبعدون الشك الريبة عنهم، وأحيانا يعطون تقاويم أو يقول هذه كلها لا تجد، لأن احتيال على الفائدة فلا يجوز أن يقبل منهم شيئا. والحساب الإيداع لأجل الحفظ يجوز عند الضرورة، لكن ما يقول عليه مقابل فوائد ولا هدايا ولا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في حج هذه السنة شهد في مزدلفة ومنى وجود أشخاص معهم إبل وضعوا عليها الزينات لتعديلها على الحجاج الأجانب وأخذ صور تذكارية لهم وهم راقدون عليها، هل هذا الفعل جائز لا سيما وأنه سيتطور ويكثر في الأعوام القادمة نظرا للإقبال الشديد على استئجارها لأجل هذا الغرض واتخاذها ذكرى؟ أرجو التوجيه. من اللعب والعبث تعديل البهائم، وإذا كان أيضا يسحب التصوير هذا أشد، هذا حرام، هذا العمل لا يجوز، وعلى من رأى هذا الشيء وشاهده أن يكتب فيه، يكتب فيه لإمارة مصر للمنع من هذا الشيء، يكتب فيه اللغة حصل كذا وكذا، وهذا يشغل الحجاج ويجعل الحج كأنه نزهة وكأنه وقت رياضة أو يشغلهم عن العبادة، هذا عمل لا يجوز، يجب إنكاره، يجب إبلاغ المسؤولين عن الحج وهم إمارة مكة. من الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذا السائل خرجت الآن في الأسواق أقراص سي دي للكمبيوتر مخصصة للأطفال ليس بها صور كرتون وإنما هي أفلام فيديو من حيوانات وطيور وغير ذلك، والسؤال هل صور الحيوانات والطيور الفيديو جائزة شرعا أم لها حكم الصور؟ هي صور متحركة
صورة متحركة أشد من الصور الثابتة، وهم يحاولون تربية الأطفال على هذه المشاهد، وربما يدخلها أعمال مدسوسة لتغيير أخلاق الأطفال وعقائد الأطفال، فلا يجوز شراء هذه الأقراص ولا إدخالها على الأطفال، يجب منعها، يجب إنكارها. هم يحاولون، إذا منعوا من طريق رجعوا من طريق آخر، وقصدهم تربية أطفال المسلمين على هذه المشاهد وعلى هذه الأمور التي يروجونها، وقد يروجون عقائدهم ويروجون أمور عباداتهم بطرق بهذه الطريقة، طريق هذه الأخلاق أو هذه المعروضات على الأطفال، يقولون الناس هذه ألعاب يتساهلون فيها، يسمونها ألعاب تسلية، وهي يقصدون بها أعراضا سيئة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل إذا خرجت المرأة لحضور الدروس العلمية واتفقوا في أمور دينها مع محاولتها الحفاظ على أمور بيتها وأولادها قدر الاستطاعة، هل تكون بذلك مطبقة للأولى؟ وهل القرار في بيتها أحسن لها؟ وهل سماعها للعلم من خلال الأسرة أفضل لها؟ وكم مرة تخرج المرأة في الأسبوع لأجل هذا الغرض؟ خروج المرأة لأجل حضور الدروس أو الصلاة مع المسلمين في المساجد إذا لم يترتب عليه ضرر طيب، ما إذا ترتب عليه أن تضيع أولادها تتركهم، أو ترتب عليه أن زوجها يغضب عليها، يعني ما يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذنه، إذا كان زوجها يغضب ولا يرضى بخروجها ما يجوز لها تخرج. أما إذا خلى من المحاريم صار مصلحة راجحة حضور الدروس وحضور الصلاة مع المسلمين، هذا شيء طيب، وبشرط أن لا تخرج بالزينة أو تتعرض للفتنة، ويكون طريقها إلى المسجد مأمونا ليس فيه فتنة وليس فيه، لابد من هذه الاعتبارات. نعم. من الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية أو فيها هذا وهذا؟ والوسائل لا هي توقيفية، الوسائل اللي هي استعمال المخترعات من إذاعة أو ميكروفون أو أشرطة هي لا بأس بها، مما أباحه الله وهي وسائل خير تستغل خير، إنما اللي هي توقيفية مناهج الدعوة، مناهج الدعوة توقيفية، لأن تسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فمناهج الدعوة توقيفية وأساليب الدعوة توقيفية، لأن الأساليب والمناهج بمعنى واحد. أما الوسائل، وسائل الدعوة التي تبلغ بها الدعوة لا بأس، الآن عندنا صحف ومجلات وجرائد، عندنا إذاعة، وعندنا ميكروفونات، عندنا أشرطة، يعني ما كانت معروضة لهم، هي استغلت للدعوة على عمل طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الموتى هل يسمعون الذين يسلمون عليهم؟ الله أعلم بذلك، الأمور القبور من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا نتكلم به إلا بدليل صحيح، بدليل صحيح من كتاب الله وسنة رسوله، لكن تشرع لنا زيارة القبور، السلام على الأموات المسلمين والدعاء لهم، وهذا ينفعهم بإذن الله، ينفع الأموات الدعاء لهم، فزيارة القبور يحصل فيها اعتبار في الزائر والتذكر للموت، هذا الذي أمرنا به. أما هل يسمعون أو لا يسمعون هذا ما لنا فيه شر، هذا سواء يسمعون أو ما يسمعون ما لنا فيه، إننا نعمل ما شرع لنا وما أمرنا به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز فتح محل ويعطى العامل قاصدا محددا مع نفسه من الذبح مثل الخمس مثلا، لأن غالب العمال لا يجتهد في العمل إلا إذا خصص له نسبة معين، أو أنه يستقل في هذا المحل ويعطي كفيله ربحا معينا شهريا، والنوع الثاني سمعنا منكم حرمته أفيدونا جزاكم الله خيرا. العمال مستخدمون للأجرة، لهم عواتبهم، ونظام الدولة يمنع أنهم يسلمون المحلات لهم ويعطون صاحب المحل نسبة معينة
يكون البيع والشراء لهم والاتجار لهم ممنوع نظام الدولة، لا يجوز هذا العمل. أنت يعيبهم حمال بالأجرة، شغلهم وتعطيهم راتبهم، ولا تغير هذا المنهج وهذا النظام الذي حددته الدولة. شغلهم عمل تجارة وغيرها وأعطهم الرواتب التي اتفقت أنت وإياه عليها. وإذا أردتم تزودهم تشجيعا لهم تزودهم على رواتبهم هذا شيء طيب، أما أنك تقول لهم اشتغلوا واللي حصيله لكم وتدفعون لي كذا وكذا شهريا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ظهرت فئة من العلماء في هذا الزمان تفرق بين الأصنام التي يخشى أن تعبد والتي لا يخشى أن تعبد من ناحية وجوب تسليمها من عدمه، فما هو القول الصحيح في هذا خاصة أنه قد يلتبس هذا الأمر على كثير من المسلمين؟ ما دامت أنها أصنام فإنه يجب إذا مع الاستطاعة والقدرة يجب إزالتها وهدمها. وقالوا أنها يمكن أن تعبد، من اللي قالوا أنه ما يمكن أن تعبد؟ من اللي أمنوا من أنها تعبد؟ هذا من الحرق الافتراق. الأصنام إذا وجدت عبدت ولو على المدى البعيد. الصور لما وجدت في قوم نوح بين أهل العلم وبين أهل الإيمان في وقتهم وجدت الصور في قوم نوح، فلما مات العلماء ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت، فلا يجوز إبقاء الأصنام ولو كانت ما تعبد في الوقت الحاضر، فإنها تعبد في الوقت المستقبل ويجي ناس في المستقبل يعبدونها، فلا بد من إزالتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بادر في تحطيم الأصنام التي حول الكعبة والتي على الكعبة والأصنام التي حول مكة، وبادر بإتلافها جميعا ولم يؤخرها. وإن كانوا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما هم يعبدونها، لأن الإسلام جاء وبطلت عبادة الأصنام، ولا قال الرسول اتركوها لأنها ما تعبد الآن، بل أمر بإتلافها والمبادرة بإتلافها، فلا يجوز إبقاء الأصنام مع القدرة على إزالتها. نعم، سواء كانت تعبد في الوقت الحاضر أو لا تعبد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول رجل جاوز الميقات الخاص به وهو السعدية، ثم وصل إلى جدة وقبل أن يلبس الإحرام اتجه إلى ميقات السيل الكبير وأحرم منه، هل عليه في ذلك الشيء؟ نعم، يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه في طريق وهو السعدية، إذا كان جاء من طريق اليمن إنه يحرم من السعدية، ولا يجوز أن يروح لميقات الطائف ويحرم من ميقات أهل مكة إلا إذا كان الميقات من الطائف ما قصد مكة، جاي من اليمن قاصد للطائف أو قاصد للرياض، لو أنه يروح للرياض أو يروح للطائف، وإذا نزل إلى مكة يحرم من الميقات الذي في طريقه، لأن صار حكمه حكم أهل تلك الجهة التي ذهب إليها. أما أنه قاصد مكة لكن تعدى ميقاته وراح وحرم من ميقات آخر وهو قاصد مكة، هذا لا يجوز ولا يعطيه من الهدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صرح بعض المسؤولين في وزارة المعارف بأن وزارة معتزلة على تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، والسؤال هل في هذا خطر على عقيدة الولاء والبراء، خصوصا وأن الطفل لا يدرك فائدة تدريسها، وما هي نصيحتكم إلينا تجاه هذا الأمر؟ يعني يدرسون من اللغة الإنجليزية وهم ما يعرفون العربية، هذا غلط وهذا خطر على أولاد المسلمين، ينشأون على اللغة الإنجليزية يتركون لغة العربية ولغة القرآن ولغة الشرع، هذا من سوء التربية والانحراف في التربية عن منهجها. هم يزعمون أنهم يربون الطلاب ويسمون تدريس تربية، ليست هذه التربية، إن نشيهم على لغة الكفار وحطانة الأعاجم وهم يجهلون لغتهم لغة القرآن ولغة دينهم. والواجب عليكم أن تكتبون للمسؤولين عن هذا
هذه الفكرة قبل أن تنفذ التي تكتبون للمسؤولين في تنافيها ومنعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل تصح الصلاة خلف فاسق مثل من يشرب الخمر أو الدخان أو هو مسلم؟ لا يصلي خلف فاسق ويجد غيره ممن هو أحسن منه دينا، فيصلي خلف العدل، خلف التقي، خلف المؤمن الكامل الإيمان أو القوي الإيمان ما دام أنه يستطيع. أما إذا لم يستطع ولا يوجد إلا هالجماعة هذولا أن يصلون خلف هذا الإمام الفاسق، ولو ما صلى معهم يصلي منها يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة خلف الفاسق ولا يترك الجماعة. نعم. أما إن كان يجد غير هذا الإمام لمن هو أسقى منه أحسن منه دينا يجب عليه أن يذهب ويصلي خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أو تقول: عندي عمة ماتت وكانت لا تصلي ولا أدري لماذا هي لم تصلي، هل يجوز أن أسج عنها لعل وعسى أن يغفر الله لها؟ إن كنت تعلمين أن تارك الصلاة بخلل في عقلها فعند إدراك فلا بأس، أما إن كنت لا تعلمين أن تركت الصلاة لعذر منعها من الصلاة فلا تستغفرين لها ولا تدعين لها، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا الكفر المخرج من المله، إلا إن كنت تعلمين أنها خلت العقل تركت الصلاة لأن ما عندها عقل ولا عندها إدراك فلا بأس، هذا عذر لها عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أو حرف القرآن؟ هل يعتبر كافر إذا أصر على ما هو عليه؟ وهل يعين بكفره بحيث يقال فلان كافر أم لا؟ نعم، الله جل وعلا نص على هذا القرآن: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بالقرآن أو بالأحاديث أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر بالله، هذا كفر بالله عز وجل بنص الآية الكريمة. بسبب نزولها المنافقين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرهب بطولا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل الله هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. السؤال الأخير صاحب الفضيلة يقول: ما حكم من ترك الأعمال الصالحة من السنن خوفا من الرياء؟ وبقية السؤال يقول هل نتوقف فيه ونقول هذا معين ولا نحكم؟ يقول: من ظهرت فيه العدة يحكم عليه بها، نحن لا نحكم إلا على الله، والله جل وعلا حكم عليهم بالعدة ولم يقل إنه في قلوبهم لا يعتقدونها، بل حكم عليهم بمجرد قولين واستهزائهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، تعلق الكفر على الاستهزاء ولم يعلقه على ما في القلوب، لأن أمور القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من ترك الأعمال الصالحة مثل السنن خوفا من الرياء؟ لا يجوز للإنسان يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، هذا من الشيطان، يجوز يقول: لا تصلي عشان الناس ما يسألونك بالرياء، لا تتصدق عشان الناس ما يسألونك، أن يترك الأعمال الصالحة هذا أسوأ منها، هذا أسوأ، ترك الأعمال هذا أسوأ. فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويعمل الأعمال الصالحة ويطلق النية لله عز وجل ويترك هذه الوساوس.